أسعدتم صباحا مشاهدينا، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية. بداية وعلى إثر الأضرار التي أحدثها تهطل الأمطار أمس في العاصمة وبعض المدن الأخرى، أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المديرية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق فوري حول أسباب ارتفاع منسوب المياه بشكل غير طبيعي في بعض الطرق والأنفاق. تتواصل اليوم مناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور بالمجلس الشعبي الوطني، وهذا بتدخلات رؤساء الكتل البرلمانية قبل أن يعرض المشروع للتصويت أمام نواب المجلس في جلسة علنية غدا الخميس. وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد قد عرض أمس مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، وهذا بحضور رئيس المجلس سليمان شنين ووزير العدل حافظ الأختام بالقاسم زغماتي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وأعضاء لجنة الخبراء. الوزير الأول وهو يستعرض جوهر التعديلات أكد أن مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية يعد تجسيدا وتنفيذا لأحد أبرز التزاماته في المجال السياسي من أجل بناء جمهورية جديدة. وبالمناسبة أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين أن مشروع تعديل الدستور ينهي هيمنة السلطة التنفيذية على كل مفاصل الدولة بإعطاء الكلمة الأولى للمؤسسات المنتخبة شعبيا، مضيفا أن هذا المشروع يكرس مبدأ التداول على السلطة. نعتقد أن المقاربة التي اعتمدها السيد رئيس الجمهورية في مناقشة الدستور من خلال الجمع بين الخبرة العلمية في مجال القانون الدستوري والاستشارة الواسعة مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني وحرص السيد رئيس الجمهورية على إشراك البرلمان بغرفتيه في مناقشة الدستور في مناقشة تعديل الدستور هي مقاربة ربما مميزة في المحطات المختلفة التي شهدتها الجزائر المستقلة في تعديل الدستور، وتنتهي هذه المراحل بالتوجه إلى صاحب السيادة الشعب الجزائري في الاستفتاء على هذا المشروع. هذه المقاربة مبنية على تلبية حاجي مطلب أساسي من مطالب الحراك الشعبي، ألا وهو مادة 7 ومادة 8 في سيادة الشعب والشعب وحده في تقرير وفي أخذ القرار في هذه القضايا المحورية والأساسية. وأعتقد أن الدستور هو أهم قضية يمكن أن تناقش في هذه المرحلة. الجزائر عرفت محطات كثيرة في تعديل الدستور واستفتاءات، لكنها لم تعرف كل هذه المراحل بهذا الشكل. لأول مرة تتقدم السلطة ممثلة في رئاسة الجمهورية بمسودة تناقش من الشخصيات السياسية، وتتعدل وتتغير هذه المسودة في مشروعها الأخير الذي بين أيدينا، استجابت فيها في نقاط كثيرة فيما أعتقد وفيما قرأت إلى مطالب القوى السياسية والشخصيات الوطنية. الوزير الأول عبد العزيز جراد أكد أن نص المشروع يعزز الصلاحيات الرقابية ويحمي حقوق المواطن وحريته ويسمح بتجسيد التزامات بناء دولة جديدة وعصرية، كما يكرس مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة ويؤسس لعهد جديد قائم على الفصل بين المال والسياسة ومحاربة الفساد. يستجيب لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية حقيقية تجعل الجزائر في منأى عن الانحرافات الاستبدادية والتسلطية التي عرفتها في ماض قريب. دستور
يؤسس لفصل حقيقي بين السلطات ويعزز الصلاحيات الرقابية للبرلمان ويسمح بالانسجام والتكامل بين السلطات ويحمي حقوق المواطن وحريته. الدستور يسمح بتجسيد الالتزامات المقررة لبناء جمهورية جديدة من خلال إصلاح شامل للدولة ومؤسساتها بما يؤسس لدولة عصرية، دولة قانون تعمل لخدمة المواطن وتسترجع ثقته وتتميز بحياة سياسية تحكمها مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والكفاءة، وتفصل بين المال والسياسة وتحارب الفساد، وتفصل بين المال والسياسة وتحارب الفساد، كما تقوم على إصلاح شامل للعدالة وتعزز حرية الصحافة وترقي الديمقراطية التشاركية وتبني مجتمع مدني حر ونشيط. إن تعديل الدستور هو كذلك محطة جد هامة بل مفصلية في الحياة السياسية لبلدنا، سيعطي قوة كبيرة لبلدنا للنهوض بالاقتصاد وبنسق سياسي متوازن وجامع. يمكن للمواطنين من الإحساس بأن الجزائر بلد كل الجزائريين والجزائريات بدون تمييز ولا إقصاء. ومراعاة لصحة الناخب قبل وأثناء وبعد الانتخاب، تم أمس الاتفاق على البروتوكول الصحي للوقاية من خطر تفشي فيروس كورونا الخاص بيوم الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وهذا بحضور محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، والوزير المكلف بإصلاح المستشفيات إسماعيل مصباح، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد الزهاري، وأعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا. التغطية لخليدة حجي لالي. البروتوكول الصحي الذي يحفظ صحة وسلامة الناخب وقاية من خطر تفشي فيروس كورونا يوم الاستفتاء على تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر، والذي تمت المصادقة عليه اليوم، يعزز هذه الوقاية قبل وأثناء وبعد عملية الاقتراع لجعل الموعد الانتخابي مصيريا للوطن وآمنا للمواطن. السلطة راهي تشارك مع الدولة الجزائرية في التصدي لهذا الوباء، وبالتالي وضع البروتوكول هذا بالطبع ما عدوه الأطباء، ولكن دوريسا في اللجنة العلمية، وصدق عليه السيد وزير الصحة، نفتخر بالطاقات نتاعنا الطبية، نفتخر بها والحمد لله. حمل جماعي، وقدم هذا المشروع الأول من طرف السلطة وكان تم، وكل التوصيات وكل موجودة لأن يكون هذا اليوم إن شاء الله. إحنا اللي همنا كثير هو الضمان الصحي للناخبات والناخبين، عطوهم كل إمكانيات كل وسائل كل تعليمات باش نضمنهم الصحة ونتفدى مشكل العدوى. رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أكد اليوم أن لرمزية تاريخ الاقتراع أكثر من دلالة في ربط مستقبل الأجيال بتاريخ حافل بالبطولات والتضحيات، مشيرا إلى أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة رغم الجائحة. بالنظر لما تعيشه الجزائر منذ أقل من 9 أشهر من حركة التغيير ومن نمو وتنمية الأمل في إن شاء الله بناء الجزائر الجديدة، والخطوات التي خطتها البلاد رغم يعني جائحة الكورونا يعني التي أعجزت أعظم الدول
لمواصلة المشاريع الإصلاحات لديها. رفع سقف الجدية والتنظيم والتأطير الجيد لموعد الاستفتاء من كل الجوانب، خطوات تتشارك فيها كل المؤسسات الدستورية للدولة. تسببت الأمطار الغزيرة التي تهطلت منذ ليلة أمس الأول وتوصلت إلى غاية صبيحة أمس في العديد من ولايات الوطن، تسببت في غلق العديد من الطرقات والشوارع وعرقلة حركة المرور، فيما تواصل مختلف المصالح جهودها لإعادة فتح الطرقات وإزالة مخلفات هذه الأمطار. ليندا مكي تفصل. هكذا أصبحت العاصمة انسداد تام في البالوعات، خلف تراكما كبيرا للمياه والأوحال في العديد من الشوارع، مما تسبب في عرقلة حركة المرور وغلق الطرقات. احنا ما نتهموش غير السلطات المحلية، ما احنا الشعب عندنا بارتي ريسبونسابيليتي، نرموا الساشيات، نرموا القراع. انا نظن في نظري انه المسؤولية مشتركة، مسؤولية مشتركة من طرف شركات الإنجاز اللي نقولوا ربما ما احترموش، ما يكونش في احترام للقوانين التي تنظم هذه الصفقات، هذه من جهة، وكذلك مسؤولية المواطن وخاصة في رمي بعض القاذورات من قارورات أشياء إلى غير ذلك. كذلك كان الأمر في العديد من ولايات شرق البلاد، حيث تسببت الأمطار الرعدية في هلاك طفل بولاية ميلا. السبب تاع اول هو التهاون صراحه من طرف الاشغال العموميه وشركات الانجاز والمهندسين اللي خطوا فيها في المشاريع الوطنيه والكبرى او الصغرى كذلك، وهذا شيء معروف على كل حال وكتبوا عليه الناس، والحكومه على كل حال تبذل مجهود مش ما تبذلش، ولكن الناس اللي هما في الميدان على كل حال يقلوا من شان المجهود تاع الدوله اولا، وما مش حاسين بالخطوره تاع الحياه المواطنين، وما مش حاسين كذلك بحياه البلد. فيما تتواصل جهود مختلف المصالح لإعادة فتح الطرقات وإزالة مخلفات هذه الأمطار. كانوا زوج سيارات لهنا، واحدة بولو لهنا، هذيك ما قدرناش نلحقوا ليه، انقذنا السائق عاودنا خرجناه. الأطوس كاين فين دوزيام جا ما على بالوش الحق لهنا، غلبوا الماء نخلع باش يدير مارشالير، زاد أفونسا كاين أفونسا زدنا انقذناه، هذا زوج انقذناهم. فيما يخص التدخل اللي سجلناهم على مستوى قطاع ولاية الجزائر، فقد سجلنا 10 تدخلات في كل من بلدية شراقة، سحاولة، دار البيضاء، بلدية باب الزوار، بلدية الجزائر الوسطى، وكذلك بلدية بيرمونتريس وبلدية حسين داي اللي رانا متواجدين فيها حاليا. نأكد أنه الحمد لله ما كان حتى ضحايا، ما سجلنا حتى ضحايا لحد الساعة هذه. مع اقتراب فصل الخريف وبداية تساقط الأمطار، تعود مثل هذه الظواهر، والسبب الرئيسي هو التأخر في تنظيف البلوعات ومجاري المياه. هذا وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أنه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، باشرت المديرية العامة للأمن الوطني تحقيقا حول الفيضانات التي لحقت بالطرقات ومسالك المرور خاصة على مستوى الأنفاق، وذلك جراء الأمطار التي تهاطلت على العاصمة خلال صبيحة أمس، علما أن هذه الفيضانات تسببت بشكل كبير في عرقلة حركة المرور وشلها بالعديد من الأماكن بالجزائر العاصمة خاصة على مستوى الأنفاق. كما دعت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها مستعملي الطريق العام إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الاضطرابات الجوية التي تشهدها العديد من مناطق الوطن. تربويا الآن، ووسط إجراءات وقائية صارمة تتواصل لليوم الثالث امتحانات شهادة التعليم المتوسط عبر الوطن، وقد تم توفير كل الإمكانيات لوحدات الكشف والمتابعة للتلاميذ. من جهتها اتخذت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية قسنطينة وعلى غرار باقي ولايات الوطن كل الإجراءات الأمنية للسير الحسن لمجريات الامتحانات.
وبمدارس أشبال الأمة تواصلت أمس أيضا مسابقة القبول للطور المتوسط بمختلف النواحي العسكرية، والعينة من مدرسة أشبال الأمة بالأغواط، حيث خضع تلاميذ المترشحين إلى عدة اختبارات بإشراف إطارات من مختلف المصالح العسكرية، وقد سخرت كافة الوسائل لإنجاح المسابقة. هذا وقدمت للتلاميذ المترشحين حصة للتعرف على مهام المدرسة التي ستضمن للمقبولين تكوينا عسكريا عالي المستوى. إلى تطورات الوضعية الوبائية في البلاد، حيث عرض أمس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا الدكتور جمال فرار عرض المستجدات بالمؤشرات والأرقام. مع تسجيل 285 حالة جديدة، يصبح المعدل خلال 24 ساعة الأخيرة أقل من حالة لكل 100,000 نسمة، علما أيضا أن 18 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، 21 ولاية سجلت ما بين حالة إلى 9 حالات، وتسع ولايات سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات، خلال 24 ساعة الأخيرة سجلنا 9 وفيات جديدة رحمهم الله. فيما يخص الحالات التي خضعت لاستشفاء، يعني مرضى جدد، عددهم وصل إلى حد اليوم 199 مريض. فيما يخص الحالات التي تمثلت للشفاء طبقا للمعايير المعتمدة، عددهم لحد اليوم 33,183، منهم 198 تمثلوا الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الاستشفاء، عندنا حاليا على مستوى المستشفيات عبر الوطن 35 مريض في العناية المركزة. في موضوع انتشار وباء كورونا عبر العالم، تجاوزت حالات الوفاة عتبة 900,000 حالة، بينها نحو 300,000 في منطقة الكاريب وأمريكا اللاتينية لوحدها. وفيما أعلن أمس عن تأجيل عقد جلسة البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية بسبب تخوفات ناجمة عن تنامي وتيرة الوباء في أوروبا، اضطرت شركات أوكسفورد وأستر زينيكا إلى تعليق التجارب الكلينيكية حول لقاحها الذي كان من بين اللقاحات الأولى التي تم الإعلان عن إنتاجها في العالم، وهذا بعد ظهور مضاعفات سلبية على أحد المتطوعين خلال التجارب. في الملف الفلسطيني، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدة منازل وفتشتها في محافظة بيت لحم، وذلك في سلسلة اقتحامات ومداهمات واعتقالات للمواطنين عرفتها الأيام الماضية. هذا وقد أصيب مساء أمس عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت على مدخل مخيم العروب شمال الخليل وعلى مدخل برقة شمال نابلس بالضفة الغربية. في تداعيات ملف البريكسيت، أكدت المملكة المتحدة عزمها التراجع عن التزامات تعهدت بها في بنود اتفاق البريكسيت، مما قد يعرضها إلى إجراءات حازمة من جانب الاتحاد الأوروبي. الموقف البريطاني هذا أثر على مسار المفاوضات بين الجانبين أمس في بروكسل، حيث حذر رئيس البرلمان الأوروبي بأن أي محاولة من قبل لندن للإخلال باتفاق البريكسيت ستكون لها عواقب، وصفها بالخطيرة. وفي أفغانستان، تعرض موكب نائب الرئيس عمر الله صالح هذا الصباح إلى هجوم مسلح وسط العاصمة كابول، مما خلف مصرع شخصين على الأقل وإصابة 12 آخرين. وقالت مصادر أمنية محلية أن الهجوم الذي لم تتبناه أي جهة لحد الآن استخدمت فيه القنابل وتفجير انتحاري لنفسه أمام الموكب. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. الموعد يتجدد في تمام 10 في موجز لأهم الأخبار. أترككم في أمان الله.